السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم بسام من قناة جيم أوفر، تعالوا محل جيم أوفر. واليوم عندي لكم حلقة جديدة لسلسلة أفضل الكلاسات للدارك سولز. شخصية اليوم أظن واحد من الشباب طلب مني أن أسوي شخصية كوين، فسويتها لكم. لابس ملابس كوين، مستخدم سلاح كوين و الجريت سبير، أظن اسمه سانلايت سبير، يا هذه الضربة حقت. أعلمكم إن شاء الله كيف تجيبونها وكيف تجيبون السيف وكيف تجيبون الملابس، كل شيء أعتقد أن أغلبكم يعرف، بس خلينا أعلمكم ما في مشكلة. من ليفل 129، الاسم أنا مسويه غلط، لورد كوين، المفروض الواي محل الدبليو، عكستها، سويتها بسرعة واستعجلت. مو مهم الاسم، مو مهم. الليفل 129، الفيتاليتي 50، التونمنت 12، اندورنس 40، سترينث وديكستريتي 20، ريزيستن وانتليجنت مثل ما هي، الفيث 50. الفيث سويته 50 بس لعيون الضربة هذه، لأنه هي ضربة كوين و لازم تجيبها. لا كيف كلاس كوين وما عندك ضربة كوين؟ ما يصير. اوكي، الكلاس اللي بدأت فيه كليريك، لازم تصير كليريك، يستحسن انك تكون كليريك. الفيزيكال تايب يعني جسمي خليته فيري لارج لانه كوين عملاق، كان ودي احط له لحية بس ما عندك تحط دقن ولا شنب ولا حاجة، برضو دي من الاشياء اللي ما احس انه يعني المفروض يحطونها. اوكي، السلاح حقه، خليني اوريكم الادوات والاسلحه والملابس والخواتم وكل حاجه اللي انا استعملها. السلاح اللي هو جريت لورد جريت سورد بلس 4، يمديك تخليه بلس 5 بس انا نقصتني حجار. السلاح هذا يمديك تجيبه اذا طورت سلاح جريت سورد، اي سلاح جريت سورد مثلا زواي هاندر، اسلحه كبيره يعني اظن الكليمور ينفع تطوره بلس 10، ولازم تكون مختم الشريط اول مره. في التختيمه الثانيه تروح للحداد العملاق وتطور سلاح بلس 10 عادي، ما يكون فاير ولا حاجه، تطويره عاديه، وتدمج بروح الزعيم ويطلع لك ذا السلاح. السلاح جدا حلو، ياخذ بونس من الدكستريتي والانتليجنت دي دي، متطلباته جدا سهله، سترينث 20 دكستريتي 10. يعني انا ما كان ودي اخلي الدكستريتي 20، كان ودي اخليها 10 زي ما هي، بس ما ادري ليش حبيتها. لو خليتها 10 كان دحين ليفل 119 ويصير بيرفكت، لكن مو مهم ما في مشكله. الدارك هاند استعملها كدرع، اضفت عليها هذه اللمسه من عندي. الدارك مون تلسمن ممتازه لانه الفيث عالي، فاحتاج ذي العصايه او ذي المسحه. واستخدم ملابس الجريت لورد، الملابس هاي كيف تجيبها؟ لازم تكون تختم الشريط اول مره، في التختيمه الثانيه يطلع لك هناك عند الايتم هذاك اللي هناك، يطلع لك بياع يبيع لك الملابس حقته، فاهم شيء؟ هذاك البياع يبيع لك كل ملابس الزعمة، ملابس الزعمة مثلا زي الايرون جالم، زي سموغ، زي اورنستين، زعمة كثيرين، الدارك مون ومنهم هذا الزعيم، فتجيب الملابس من هناك من عند البياع هذا، وغالي شوية الملابس. الخواتم استخدم رينج اوف فيفرنت بروتكشن وخاتم الذيب. خاتم الذيب دحين اقول لكم ليش. ملابس بويز صفر، البويز صفر يا شباب، انا مستغرب يعني كيف جوين ما عنده بويز. جوين هذا جوين المفروض يكون عنده بويز احسن من الهابل، بس ما حطوا له، فاضطريت اني احط خاتم الذيب. الايتمات على كيفك، انا حاطي الاشياء احتاجها بعض الاحيان في الاونلاين، بعض الاسلحه تسوي لي بليد زي اوتشيكتان وزي كذا، تسوي لك بليد فاقدر اكلها واشيل عني البليد بسرعه بحيث ما يجيني بلود لوس. وهذه الديفاين بليسنج وهذه العشبه الخضراء. الضربه اللي قاعد استعملها يا شباب اللي هي السنلايت سبير، خليني اوريكم اياها. هذه هي سنلايت سبير، تحتاج فيث 50 عشان تستعملها، ولازم تكون عضو من مجموعه السنلايت وورير. شوفون انا وورير اوف سنلايت بلس 1، يعني لازم تكون عضو في المجموعه ولازم تكون بلس 1، وما يعطوك اياها هديه، هذول الثنتين تجيك عادي هديه، لكن هذه الضربه لازم تعطيهم روح جوين، فهذه لازم تختيمه ثانيه، يعني في اول تختيمه تسوي فيها السيف، ثاني تختيمه عشان تجيب الضربه، ف يب مشكله. فكذا يمديك تجيب، هذه الطريقه الوحيده، ولازم تكون في المجموعه، يعني لو طلعت من المجموعه على ما اظن ما حيمديك تستعملها. خلينا نتاكد، مو كاتبين عنها بس اظن اذا طلعت من المجموعه ما حيمديك تستعمل على ما اظن، ماني متاكد، صححوني يا شباب. فهذا هو الكلاس يا شباب، اتمنى انه يعجبكم، قولوا لي ايش رايكم في الكلاس، ايش ميزاته ايش عيوبه. انا اتوقع من ميزاته انه الدبف هذه جامده، تعدم لك ابو البويز حق العدو، تعدم البويز لو انه عنده بويز 1000 يا شيخ، تعدم البويز. السلاح هذا يعتبر قوي، من نقاط ضعفه انا اشوف انه البيلد هذا بويز زيرو، فاضطريت اني احط الوولف رينك، وحتى بالوولف رينك
لو واحد يستعمل السيف زي كذا سيوف كبيره مثلا زي المون لايت جريت سورد يعدمني. ف يا اعطي انا الكلاس هذا تقريبا ما هو من الكلاسات المفضله عندي لانه تقريبا ضيعت الفيث يعني حتى لو تنمي تخليتها 12 بس عشان اشيل خانتين والضربه دي تاخذ خانتين يعني. فعليت الفيث 50 بس على حسب الضربه بس عشان اخذ الثيم حق اللورد كوين. يعتبر كلاس حلو كلاس جميل انا عجبني لعبت فيه شويه بس والله ما جملت اكون صريح معاكم ما جملت. اوكي شباب اتمنى الحلقه دي عجبتكم قولوا لي ايش رايكم قولوا لي ايش ميزات الكلاس ايش عيوبه ايش الكلاس الجاي اللي تبون اتكلم عنه قولوا لي في الكومنت تحت. يلا شباب كان معكم اخوكم بسام فمان الله.